المعلم مشمش. والله انت كويس، ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم قطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شفت. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء القشطة يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى هنروح في دايه. انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده؟ ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعميه. طعميه؟ هو انا قلت طعميه؟ يبقى انا قلت بس. يبقى شهاده لله ولا مش شهاده لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك نو سايباني في المصيبه اللي انا فيها دي؟ في ايه؟ في ايه؟ مصيبه ايه؟ طنط. ازيك يا طنط؟ ازيك حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي الجنن. تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتل. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايزه انام. بقالك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. وانت من اهله يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه قولي لي. انت مشوف مين اللي عامل فيك؟ الحق يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه ايه الكلب ده؟ يا بابا. في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريني. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجه. بتوريني يا جدع؟ ما فيهاش حاجه، احنا اخوات يا عم. هو الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسه يا معلم. كبسه يا معلم. ايه كبسه؟ كبسه يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. انت من عليك سايكو ولا ايه؟ مين فيكم بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جاد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جاد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش حاول تفتكر. فين الحشيش؟ مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه
بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم. مشمش الجيات اكتر. يلا. وانت من قال يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ عافيك. اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحها صهاري شتى ولمي عدلوا الحقي. الجنان اللي انت عملتيه ده، ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي قفزه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته. مليها لي. الو. ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقه اصل انا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر. ربعايه واكون عندكم. ايوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعه جالي شغل. يلا المكان ده وشه حلو عليا. اشوفك بكره. سلام حبيبي. مساء الخير رشدي. ايوه اباظه فعلا. ايه ده، مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟ يا سلام، ومالك بتقرفي قوي كده؟ دي بنتي اللي خطفها. ايه؟ خطفها؟ انت متاكد انه خطفها؟ ايوه متاكد. ليه؟ عشان انا طردته من الشركه. الله عليك يا سي رشدي، بيعرف يخطف ويغتصب. ما انا كنت قدامه. ايوه بس انت تيجي ايه جنب بنتي؟ بصي في الصوره كويس. شفتها. بصي يا ادهم بيه، انا هقول لك الحقيقه. اصل حضرتك قساوت عليه قوي في الشركه، ورشدي ده ولد حساس وطيب، جه هنا منهار، قعد يسكر ويضرب بانجو، وانا حاولت اهديه ما عرفتش. زقني قال لي وي وديني يا وادي ادهم، بلا قهرك وقطع قلبك على بنتك. قال يا وادي ادهم. مش مشكله. بس هو والله ولد طيب وحساس. في صوره كده لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي. يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر. اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجة؟ لا أنا كويس. أنت إيه اللي وقعك ده؟ أنا حسيت إن أنا شفتك بتمشي. على فكرة بمشي؟ يا ريت أقدر أمشي. ده أنت بس تلاقيها تهيؤات من الوقعة. يا لهوي. معلش تعالى وأنا أغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطينت. يا نهار أسود. الحمد لله النضارة سليمة. إيه ده، التلفزيون اتظبط. إيه ده، مين الممثل ده؟ ده رشدي اباظة. هو ده بقى يا رشدي. كل ده متغير يا رشدي. لا اصل كنت باخد دش. خلاص خارج اهو. ايه ده ايه وحش؟ لا بالعكس، ده حلو قوي. علاماتك مظبوط. لا ده واسع من السد شويه على فكره. في انت بتضحكي على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم ابويا وانت بالمنظر ده. ايه وابوك يعني خايفه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى. يعني مش مشكلة، هو انا هكلمه في التلفزيون. طب يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجة. احسن برضه، انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب ساعتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجة؟ مش مشكلة، انا حستناه لما يتصل هو براحته. بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر.
هشام باشا. ها في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله خد عملت لي يومين اجازه يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي ده كله متخطط هنا بتفهمي بقى. برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ ازعل نص نص. ايه ده يا نانسي؟ نانسي انا غلطان ان انا طوعتكم ولبست الزفت ده. احنا لازم نشوف حاجه تانية تتلبس. احنا جايين نخطف ولا نهزر؟ بس انا مش عايز اشوف ابتسامة واحدة فيكم وخصوصا انت يا فايزة. تاخدي بقى كده عشان بحب اقعد قدام. ده حسب الدين. بص بقى عايزك اول ما تكلم ابويا تخش فيه شمال تخوفه جامد. تركز معاها بقى. طيب ترهبه تحسسه ان حياة بنته في خطر. هو بقى هيخاف. تقوم انت بقى في ساعتها تحتار بالفدية اللي انت عايزها. عايزك تدخن صوتك كده عشان يحس ان انت مجرم بجد محترف. انا عارفه ابويا لما يخاف اوعي يزعق تقوم انت تضعف كده. لا طب ايه؟ لوك 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 لوك. خلاص عرفت. طب هنعمل ايه؟ سالي هات تليفونك. لا 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 الا تليفوني انا ماليش دعوه خالص. اتكلموا من اي تليفون في الشارع بكره. طب خلاص خلاص تليفون البيت عطلان وهي تليفونها. لا 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 لا, لا, لا. وانا موبايلي ما فيهوش رصيد. ايه ده انا موبايلي فين؟ فين موبايلي؟ سالي ادهوله. في ايه؟ ويا ريت لو معاكي قرص منوم بقى لحسن. انا بجد ما بيجيليش نوم بالليل خالص. ايوه معايا عشان مغير. بس بص خد نص قرص بس خلي بالك. خلي من ايه؟ مناش الحاجات دي على فكره. شفتنيش انت عند المعلم مشمش تكسر القعده. يلا اهزق. يلا تصبح. هنوديها فين؟ هنحبسه فوق. خايفه يكون مات. ماتي ما هو بيشخر قدامك. تعالي بقى لما افرجك على بقيه الفيلم. هتعملي ايه؟ هتشوفي. بصي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتبليها ليه؟ البطون مهدوم ومبلوله عمره ما هيقدر يكت. انت عليك ايه؟ ايه المخ ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا لا انا انسان عادي. خد يا دي.